اسكرابيوس فيت امشتار بوم بامبيتو ذا ليميت. شو اخباركم حبايبي؟ اتمنى تكون كل شيء عندكم تمام. اسا عمليا احنا كيف ما قلت لكم احنا بفتره امتحانات نهائيه للجامعه، فالفيديو هذا اتاخر عمليا 3 ايام عن اصدار الفيديو على اليوتيوب، والسبب يعود للجامعه. يوسفيت راح تقدم للجامعة وقال لي إذا ممكن هاي اليومين أو 3 أيام مفروض ينزل فيديو، فلازم أنا أصور وأنزل فيديو. ولكن الجامعة ردت رد مفاجئ وقالت إنه في 3 امتحانات خلال 3 أيام الجاي، فعشان هيك صار مشكلة صغيرة بقصة ترتيب المشاريع والفيديوهات. الحمد لله درسنا كيف ما لازم وأخذنا علامات كتير ممتازة، وقلت لازم اليوم ينزل الفيديو جديد لانه اكتر من هيك بروح الجامعة و فعشان هيك محضركو تمرين جديد لعضلات الظهر والبايسبس. بوم بامب ات تو ذا ليميت. خلينا نبلش. فاذا حبايبي مستمعينا مستمعات بنبلش بتمرين ظهر والبايسبس. فانا عمليا كيف ما قلتلكو قبل انه ببلش بالعضلات الكبيرة بعدين العضلات الاصغر، حتى اركز على العضلات الكبيرة لانه بشكل منطقي هي بتحتاج اكتر مجهود حتى تكون بشكل متناسق وبالشكل اللي بدي اياه. وكيف ما متعودين دائما انه منيح الواحد يبلش باحماء او تسخين، بالفيديو السابق انا ما حطيت الاحماء والتسخين احسن ما يطول الفيديو ويصير نوع من الملل، فعشان هيك حبيت كمان مرة اركز بهذا الفيديو على قصة التسخين والاحماء كيف ما لازم قبل التمرين حتى تقلل من كل الإصابات ويكون التمرين كيف ما لازم بالطريقة الصحيحة. فكيف ما انتم شايفين عمليا انا عملت تمارين متنوعة متعددة لكل العضلات، جربت اشغل كل عضلات الجسم فيها، وبالاخر بحب اعمل بوش ابس شوي وبول ابس كمان بنفس الوقت لانه بحس كتير منيح للجسم فترة التسخين او الاحماء. يعني هيك بيكون احماء لسيارة الفراري على الاخر. ومن هون اجا يوسفيت مولع معه مش عارف شو يعمل، شلح الجاكيت لبس القشاط وبده يروح يفجر الجيم. فاذا هيك اجينا لاول تمرين اللي هو لات بول داون، بعمله على الماشين كيف ما انتو شايفين. هاي بيجي التمرين شبيه كتير بتمرين البول ابس العادي على وزن جسمك، بس هون الاشي انه بيجي مع اوزان اللي هي اعلى، اللي مش بس احط وزن جسمي وانما احط وزن اللي هو اعلى، لانه ممكن مرات مع الوقت لما تعملوا بول ابس اكتر واكتر واكتر فما بكفيك وزن جسمكم وانما بتحتاجوا انه تزيدوا اكتر وزن. كيف ما انتم شايفين بهذا التمرين عمليا الصدر بيكون مستقيم، الظهر كمان نفس الوقت بيكون مستقيم قديش ما بتقدروا، وبس تنزلوا الكيبل بار يكون على صدركو السفلي عمليا المنطقة، لانه في كتير ناس اللي بس بتنزلوا وين؟ بتنزلوا على الصدر العلوي، وهون مش كتير منيح لانه العضلة ما بتستفيد الماكسيموم جينز. كمان انه ايديكو ما تطلعوا تنزل بسرعة وانما انزلوا عادي، وبنفس الوقت بس تطلعوا بشكل بطيء شوي، هيك العضلة بتاخد حقها كيف ما لازم بهذا التمرين. وهكذا اتينا الى التمرين التالي فرونت لات بول داون. بهذا التمرين كيف ما انتم شايفين الايدين عمليا بتكون معكوسة مش هيك وانما هيك، وبكون كمان فاتح ايدي اكتر شوي عبونا انه اشغل اكتر على المنطقة الداخلية للظهر. وفي كمان ملاحظة كتير مهمة انه في ناس لما يعملوا هذا التمرين ويكونوا حاطين وزن شوي تقيل فجسمي بيصير يطلع معه، يعني لما يطلع بيصير زي نط، فهي كمان مش كتير منيحة لانه هيك ما بتشغل عضلات الظهر لحالة وانما بتخلي جسمك يساعد عضلات الظهر. فهيك اذا انت بدك تمرين كيف ما لازم تتمرنه وعضلات تتقدم كيف ما لازم بشكل سريع فلازم تعملوه صح وبالشكل كيف ما انت شايفين. في شغلة كتير بتضحك اذا منتبهين، الشخص اللي لابس البلوز البيضة، في اشخاص انه لما تكون تتمرن كل الوقت بيكونوا يطلعوا عليك، لما انت تقوم عمليين دغري بيفتلوا وجهن فيش اشي. يعني الله اعلم شو عم بيكون عم بيحكي علي يعني. وهون عمليا يوسفيت عملنا كمان مفاجأة وطلعنا بزي النمر. فعادة لما اشعر عن جد انه انا كتير حامي او جسمي كتير حامي خلال الجيم بحب انه اتمرن بالشيال لانه كتير بحس اريح للتمارين. نصيحة كتير مهمة حكيتها وبرجع عيدها ورح اضلني احكيها دايما بالنسبة للمي، لانه المي مهمة كتير كتير بالتمرين. وبشكل عام باليوم اشربوا لحديد 3 لتر او 4 لتر وشوفوا كيف كل جسمكم راح يتغير للاحسن.
وهون عمليا تمرين رقم 3 اللي هو في بار بول داون. كيف ما انتم شايفين الايدين بتكون عمليا قريبه بهذا التمرين حتى تشتغل اكثر على الظهر انه يتوسع ويصير مساحته اكبر. فهون حاب اوضح نقطه صغيره، لما بشكل عام بتمارين على هاي الماشين البول داون لما تكون الايدين قرابة بعض ايش بيشتغل؟ بيشتغل اكثر على الشكل انتاع السبعات او الشكل الخارجي للظهر انه يكون اكبر. لما تشتغلوا عمليا بايدين بعاد عن بعض فايش راح يكون؟ راح يكون العكس، راح يكون تشتغلوا على العضلات الداخليه اكثر، وهيك كل النظام راح يكون على هاي الماشين. اوبا اها شوفوا يعني ليش ما بيكون هيك من الاول؟ يعني الجودة انتاعت التصوير لانه الاضاءة كانت كتير ممتازة بهاي البوزيشن. كيف ما انت شايفين نيجي للتمرين رقم انو تمرين اربعة. تمرين رقم اربعة كان البول ثرو. عمليا بهذا التمرين الظهر نفسه بيكون ب 45 درجة. مش اسا تروح تقولوا يوسفيت قالنا 45 درجة انت عم تعمله 50 غلط، لا، بس احنا عم نعمل الاشي يكون اكتر تقريبي حتى يكون اوضح الكو. ليش 45 درجة؟ 45 درجة حتى لما اطلع الايدين نفسها انه يكون الظهر عمليا مشدود على الاخر، ولما اشتغل بالتمرين وانزل ايدين لتحت اكتر العضلة كل الوقت تكون تشتغل، ما اريحها كتير حتى تاخذ احسن تقدم بهذا التمرين. فعمليا اسماء التمارين التكرارات والعدات راح احط لكم اياها بالفيديو تحت. اجينا التمرين اللي بعده اللي هو بنت اوفر باربل رو. كيف ما انتم شايفين حبايبي الظهر مفروض يكون مستقيم، هاي اهم ملاحظة من خلال هاي التمرين، والايدين عمليا بيكونوا قراب على الجسم اللي يطلعوا لحديد الماكسوم اللي هي وين البطن السفلي حتى العضلة تشتغل كيف ما لازم صح. فليش انا بحب اركز كتير على قصة الظهر انه يكون مستقيم بهذا التمارين او التمارين الثاني؟ لشغلة واحدة ومهمة جدا جدا جدا، انه من اهم العظام بالجسم هي عظام العمود الفقري او الفيرتبراز كومون. فهاي العظام عمليا هي اللي بتعطيك الثبات للظهر وللجسم كله، وحتى لما تمشي او لما تقعد وكل هاي الشغلات. عشان هيك احنا بنجرب دورنا انه نتفادى انه يصير اي مشكلة من خلال اي تمرين بهاي العظام، لانه ممكن تعمل بكل بساطة كتير مشاكل المستقبل اللي احنا ما بنحتاجها. التمرين الاخير انا بحب اعمله عادة هو تمرين الديد ليفت. الديد ليفت من اهم واحسن التمارين للظهر ولعضلات الظهر السفلية بشكل خاص، لانه عضلات الظهر السفلية بتعطي الثبات الاساسي للجسم كله، وهي عمليا بتربط بين القسم السفلي والقسم العلوي للعضلات. فكتير مهم الواحد يركز على هاي المنطقة من عضلات الظهر. وبالديد ليفت كمان منيح انه الارجل تكون فيها عمليا ثانية صغيرة، لانه اذا كانت الارجل مستقيمة بهذا التمرين فعمليا بتصير تشتغل عضلات الارجل اكتر، وبصير التمرين اكتر اسمه رومان ديد ليفت اللي بشغل بالاساس عضلات الارجل، بس احنا بهذا التمرين مفروض فينا نركز عضلات الظهر اكتر. فبهيك بنكون خلصنا تمرين الظهر وبنيجي لتمرين البايسبس. كيف ما انتم شايفين بلشت باول تمرين اللي هو كان ستاندينج بار كيرل اللي هو جلوز كريب، يعني تمرين البايسبس كيف ما انتم شايفين بعمل فيه البار، بس ايدي عمليا بتكون اكثر قريبه من بعض. واللي بميز هذا التمرين عمليا انه بيشتغل على كل عضله البايسبس، يعني اللونج تندون والشورت تندون او الوتر الطويل والقصير. انا عمليا بحب اعمله يكون سوبر سيت ما بين الايدين تكون عادية او الايدين تكون معكوسة. لما الايدين تكون معكوسة فانا عمليا بصير اشتغل اكتر وركز عضلة اللي هي اسمها البرخياليس ماسل، اللي هي بتيجي حد عضلة البايسبس اللي بتكون عضلة خارجية اكتر من هاي الجهة. عشان هيك هذا التمرين كتير منيح انه الواحد يبلش فيه تمارين عضلات البايسبس. فالتمرين الثاني عمليا كان الالترنيت انكلاين دامبل، فبيكون عمليا ايد ايد كيف ما انتم شايفين بالتبادل، وبنفس الوقت بيكون البنك او الكرسي بتكون نفسها مائلة. الهدف من هذا التمرين هو نقطة كتير مهمة بتمنى تركزوا شوي معي بعضلة البايسبس نفسها. هات نفوت شوي للاناتومي او لتشريح الجسم. بعضلة البايسبس نفسها في عندكو البايسبس هاي القمة القصيرة، وفي عندكو نفسها العضلة الطويلة. بالتمرين لما الايد تكون اكتر للخلف عمليا احنا بنشغل اللونج تندون انتاع البايسبس العضلة الطويلة، وبنفس الوقت اذا الايد بتكون اكتر لقدام
فايش عمليه احنا بنعمل؟ بنشغل اكثر الشورت هيد او الشورت تندون لعضله البايسبس. على الاشخاص اللي بدها تركز انه عضله البايسبس تكبر ككل، فمفروض فيكو انه تتمرنوا تمرين البايسبس اللي بيكون فيها اكثر الايد خلفيه للجسم حتى اللونج تندون يشتغل كيف ما لازم وتكبر عضله البايسبس كلها ككل. نفس الوقت للناس اللي حابه تكون عندها هاي القمه بالبايسبس تكون اكبر وبارزه اكثر، فمفروض فيكو تتمرنوا التمارين اللي بيكون فيها الذراع والايد اماميه اكثر للجسم. فمن هون السوبر سيت بالتمرين الثاني بيكون مره يركز على اللونج تندون والعضله ككل، ومره بيكون يركز على العضله البارزه او القمه للبايسبس. التمرين الثالث والاخير كان بتمارين عضلات البايسبس هو الترنيت هامر كيرل. كيف ما انتم شايفين هون كمان بركز على عضله البراخياليس اللي هي العضله اللي بتيجي كيف ما قلنا العضله الخارجيه، فكتير بتعطي حجم للايد وشكل حلو. وبنفس الوقت كمان عملت الدروب سيت اللي نزلت فيها وزن عشان احس بالماكسيموم للعضله. فهيك حبايبي عمليا كان تمريننا اليوم الظهر والبايسبس، بتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم بتمنى تنسوش تفجروا لايك للفيديو، تعملوا شير او تعطوني تعليق اللي بتحبوا تشاركوني فيه. كمان بنفس الوقت في كتير تمارين للظهر وللبايسبس كتير منيحه وكتير مفيده، راح تلاقوها ان شاء الله بالفيديوهات القادمه راح انزلها على القناه. فاخيرا ديروا بالكم على حالكم، شكرا كتير على الدعم، الله يخليكم يا رب، شدوا له همتكم بالاكل وبالتمارين، احلى ناس، وبشوفكم بالفيديو الجاي. بوم بومب ات تو ذا ليميت. سلامات. See, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, found them. Wait, see, panda. Pockets full, down it.